متابعي الكرام، متابعي قناة شوف سيدي حولكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف سيدي حولكم، متابعي القناة تحية للجميع. جولة بمدينة تزازة ونبغي نشوفوا الناس واش ملتزمين بالكمامات. الحمد لله كاين التزام بالكمامات بمدينة تزازة ولله الحمد. تحية للجميع، فمرحبا بكم معنا متابعي القناة قناة شوف سيدي. احمد مرحبا، مرحبا بكم متابعي القناة، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة. جولة في هذا الجو اللي كيعرف مدينة تزازة كتعرف ارتفاع في درجة الحرارة. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة للجميع متابعي القناة قناة شوف سيدي. فمرحبا بكم معنا الناس اللي من أبناء تازة واللي ظروف أو العمل أو ظروف الاجتماعية كتخليه غادر المدينة أو غادر الإقليم. فهانتوما معنا في هذه الجولة لنشوفوا الناس واش ملتزمين بالكمامات، والحمد لله كاين التزام مدينة تازة بالكمامات، كاين التزام ديال الكمامات بمدينة تازة. متابعي القناة قناة شوف سيدي، تحية للجميع وتحية للجميع المتتبعين متابعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر.
نتمنى السلامة للجميع ونتمنى المزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، الوقاية والتعقيم. متابعي قناة شوف سي في، نتمنى خير من عند الله والسلامة للجميع. تحية لجميع المتسبعين، ونتمنى إن شاء الله شوية الصبر ودابا تقاد الأمور. متابعي قناة شوف سي في، ودابا نقضيو إن شاء الله على الكوفيد 19 وعلى الوباء القاتل. متابعي القناة قناة شوف سي في، فتحية للجميع. تحية للمتابعين الكرام، وحنا في جولة بتازة، أجواء كيف دايرة، والحمد لله ولله الحمد.
فنتمنى الخير والسلامه للجميع وتحيه للجميع متابعي القناه قناه شوف تي في. متابعي القناه كنشكركم على هذه الجوله اللي خديت معنا ونتمنى لكم يوم دوزوا في المستوى ونهاية أسبوع موفقة للجميع. تحية للجميع تبع قناة شوف تي في، نتلاقوا بالله تبت مباشر آخر وإلى اللقاء.